السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم حابين نعمل توضيح لبرنامج دورز فيجن بأحد أهم دور الأزياء في دبي، دار مارديني للأزياء. حابين نحن هلأ بس نوضح عملية الدخول السريعة للموظفين ولأصحاب المحل. بكل بساطة من التطبيق بيقدروا يفتحوا الباب بكبسة زر. طبعا نحن عنا دول لانجول، يعني عنا لغة انجليزي وعنا عربي، فهلا انا بكل بساطة كبست الانلوك هو فتح، لاحظ فتح الباب بكل بساطة، بيقدر يفتح الباب. هلا نحن بنقدر نخلي الباب يسكر اوتوماتيك، وبنقدر نخليه يسكر عن طريق التطبيق، فنحن حنجرب كمان عن طريق التطبيق. هلا نحن بكل بساطة بنقول له لوك، فهيك بنكون نحن هلا بياخذ. طبعا هذا التطبيق لازم بلوتوث، شايف كيف؟ فهلا هيك عن طريق بلوتوث لازم يكون انا قريب من القفل، وهيك بيكون تمت عمليه فتح القفل. وشكرا.